وللمزيد مشاهدينا من المتابعة حول مباحثات رئيس سيسي مع العاهل الأردني ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار. أهلا ومرحبا بك معنا. طبعا في هذا التوقيت توجد أولويات جديدة للتنسيق ما بين مصر والأردن حيال ما يحدث في قطاع غزة من تصعيد وما يلي من تصعيد بالتأكيد في يعني مواقع أخرى ومنها التأكيد على أمن الملاحة في البحر الأحمر. حدثنا عن أولويات هذه المباحثات في هذه المرة دكتور أسامة. يعني أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. الحقيقة المشاورات الدائمة ما بين القاهرة وعمان هي مشاورات تكتسب أهمية خاصة، أولا بالنظر إلى العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين بالتوافق الكبير في الرؤى والمواقف السياسية لقيادتي البلدين، بأولويات أيضا الشواغل التي تهتم بها مصر والأردن والاهتمامات التي تتضاعف نتيجة الأزمة الحالية والعدوان الإسرائيلي الراهن على قطاع غزة. وبالتالي نعم هناك أولا توافقات دائمة ما بين القاهرة وعمان، وهناك أيضا مستجدات تفرض المزيد من التشاور والمزيد من التنسيق بين الجانبين. ولعل التقرير السابق أشار إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى ولكنها ربما تكون الثالثة في غضون شهرين تقريبا، إضافة إلى العديد من الاتصالات السياسية والاتصالات الدبلوماسية واللقاءات حتى والمشاركات المصرية الأردنية في قمم إقليمية ودولية ذات شأن أو معنية بالأوضاع في قطاع غزة. في تقديري الوضع في قطاع غزة ستكون له الأولوية، أولا لأن البلدان أو البلدين لديهما رؤية واضحة بضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب والمضي قدما نحو حلول سياسية تنهي هذا الصراع وتوجد حلولا دائمة من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإعلان دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية. وهذه محددات واضحة وثابتة في المواقف المصرية الأردنية. يشار أيضا إلى أن المخاوف من التهجير القسري للفلسطينيين يمثل أولوية أيضا بالنسبة للبلدين، وجرى التعبير بشكل واضح من قبل القيادتين عن رفض أي محاولات سواء من خلال الدفع بسكان قطاع غزة إلى النزوح قسريا نحو الأراضي المصرية أو الدفع بسكان الضفة الغربية نحو النزوح قسريا إلى الأراضي الأردنية. وهذه مسألة اعتبرت خطا أحمر من قبل القيادتين، وبالتالي أعتقد أن هذا أيضا سيكون ضمن أولويات القمة. استجدت أيضا خلال الأيام الماضية الأمور المتعلقة بأمن الملاحة في البحر الأحمر، ومصر والأردن من الدول المطلة على البحر الأحمر ولديهما مصالح كبيرة في استقرار وهدوء هذه المنطقة، وأيضا هناك أولوية ومصلحة مصرية أردنية مشتركة دائما في إحلال الاستقرار والهدوء في كل الجبهات. وبالتالي أعتقد أن هذا أيضا من الأمور التي ستحظى باهتمام وأولوية على أجندة القمة، خاصة أن مصر والأردن لديهما من القدرات ولديهما من المسؤوليات ولديهما من الالتزامات ما يؤهلهما لأن يكون دولتين فاعلتين على مسرح البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، وأيضا من المصالح التي تستدعي التشاور والتنسيق المستمر في هذا الشأن. نعم، أعود لسيناريو التهجير القسري سواء من الضفة الغربية إلى الأردن أو من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء. يعني هذا ليس اليوم الأول للتحذير من هذا السيناريو أو يعني للحديث عنه والتحذير منه في مختلف المحافل الدولية. التحذير كان منذ 7 أكتوبر منذ اندلاع هذه الحرب. ما هو صدى هذا التنسيق والتحذير المستمر من سيناريو التهجير؟ والآن أين نقف فيما يخص هذا السيناريو والخطوات المقبلة أيضا؟ يعني أولا ما يتعلق بالمواقف المصرية الأردنية، أعتقد أن هناك كان هناك إدراك مبكر للغاية لخطورة هذا المشروع، وكان هناك يقظة مصرية أردنية واضحة في كشف هذا المخطط منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. لم يكن أحد يدرك أبعاد هذه العملية العسكرية الإسرائيلية وأبعاد هذا العدوان، ولكن القاهرة وعمان كانت لديهما من الفطنة ما يكفي لإدراك أنه
هناك مخطط أكبر من مجرد عدوان على قطاع غزة أو عملية لرد الفعل على عملية طوفان الأقصى التي نفذت في 7 أكتوبر. وبالتالي هذه اليقظة وهذا الإدراك المصري الأردني العميق لخطورة هذا المخطط في تقديري أنه ساهم في كشف أبعاد هذه العملية وهذا المشروع مبكرا، وهذا ساهم بشكل واضح في تنبيه الإقليم وتنبيه العالم إلى خطورة هذا الأمر. هل نستطيع دكتور أسامة أن نقول أن هذا المخطط تم إحباطه بالفعل؟ يعني أولا على المستوى الإقليمي والدولي أعتقد أن باتت هناك رؤية واضحة للتصدي لهذا المشروع، لكن للأسف الشديد على المستوى الإسرائيلي أعتقد أنه لا تزال هناك دوائر إسرائيلية تؤمن بهذا المشروع وتتحرك من أجل تنفيذه. ولكن رأيي أن الموقف المصري الحاسم والموقف الأردني الحاسم يستطيعان أو استطاع التصدي لهذا المشروع وحصار هذا المشروع وإحباطه، ولكن للأسف الشديد طالما ظلت هذه الأصوات المتطرفة في إسرائيل وطالما ظلت هذه الأصوات التي لا تهتم ولا تولي أهمية للاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الإقليمي والدولي أعتقد أن هذا المشروع سيظل حيا في رؤوس هؤلاء فقط. لكن على الأرض أعتقد أن التحركات المصرية والاتصالات المصرية والأردنية مع العديد من القوى الإقليمية والدولية استطاعت أن تحاصر هذا المشروع وتجهد الكثير من ذرائعه وأسبابه وأدواته، ولكن أعتقد أيضا أن الاستسلام أو التسليم بأن هذا المشروع انتهى ليس مسألة يعني يمكن الذهاب إليها طالما بقيت هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وطالما بقيت هذه العقول المتطرفة والمتشددة في إسرائيل التي تحلم بتصفية القضية الفلسطينية. وبالتالي أعتقد أنه تحقق إنجاز، ولكن لا يجب الارتكان لما تحقق، بل يجب الاستمرار في التشاور والتنسيق، وأعتقد أن هذا ما تعكسه القمة المصرية الأردنية اليوم. طبعا مصر والأردن في اتصال مباشر ومستمر مع كافة الأطراف. ما هي الرؤية المصرية والتي تتشارك معها بالتأكيد الأردن فيها لخفض التصعيد سواء من خلال عقد هدنة جديدة أو يعني ما هي الرؤية التي يعني تقدمها مصر والأردن الآن في ظل هذا التصعيد المستمر على مختلف مناطق القطاع سواء في الشمال في الوسط وفي الجنوب؟ يعني أولا هناك أولويات واضحة وثابتة في الرؤية المصرية والرؤية الأردنية، أهمها هو الذهاب إلى وقف الإطلاق النار، وبالتالي هذه أولوية وهذا هدف استراتيجي للتحركات المصرية الأردنية المشتركة. وهذا هذا الوقف الدائم والشامل لإطلاق النار يمثل ضمانة أساسية لحل العديد من التشابكات والعديد من الملفات التي تحتاج إلى مزيد من العمل في مقدمتها بالتأكيد الوضع الإنساني. وبالتالي مصر والأردن تتحرك كان بشكل مكثف لوقف إطلاق النار، ومن ثم الانتقال إلى مراحل جديدة وهي ما يتعلق بالحل السياسي. وأعتقد أنه مصر والأردن لديهما رؤية متناسقة وواضحة ومتوافق عليها بين القيادتين، وهي أن ضرورة الذهاب إلى حل الدولتين وضرورة الذهاب إلى إعلان دولة فلسطينية قابلة للحياة وقادرة على الحياة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وبالتنسيق بين القوى الفلسطينية المختلفة وبما يمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره. وبالتالي هذه ثوابت مهمة للغاية. هناك أيضا رؤية مصرية أردنية مشتركة يجري دائما التأكيد عليها، وهو حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لأن هذه مسألة تمثل أولوية بالنسبة للبلدين، خاصة أن الأردن تمثل جهة الإشراف على هذه المقدسات الإسلامية في القدس، الأوقاف الإسلامية في القدس، وبالتالي تمثل أي إجراءات لتهويد القدس وأي إجراءات للاعتداء والانتهاك في للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل ملفا مهما بالنسبة لمصر وبالنسبة للأردن. وبالتالي أعتقد أيضا أن هذه من الأولويات، وأتصور أن هذه القمة اليوم ستجدد التأكيد على ثوابت المواقف المصرية الأردنية فيما يتعلق بالحل السياسي، وقف إطلاق النار، العمل الإنساني المكثف من أجل إنقاذ
الشعب الفلسطيني وحقن دماء الأبرياء في قطاع غزة. نعم، أيضا من ضمن الأولويات والتي أيضا تحدث عنها وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بالأمس هو تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير 2720 بشأن زيادة نفاذ المساعدات إلى داخل القطاع. طبعا عملية إدخال المساعدات يعني تقابل تحديات كثيرة وتعنت من الجانب الإسرائيلي في معظم الأحيان. ما الذي يمكن أن يفعله هذا القرار، قرار مجلس الأمن الأخير، والدور الذي أيضا تلعبه مصر والأردن في تنفيذ هذا القرار وإدخال كل ما يمكن من مساعدات؟ يعني هذه نقطة مهمة للغاية. أولا لأنه مسألة المساعدات لم تعد مجرد دعم للشعب الفلسطيني، هي أصبحت شريان حياة، لأنه هذا الشعب يخضع لحصار إسرائيلي خانق. حولت إسرائيل عملية التجويع إلى سلاح لمعاقبة الشعب الفلسطيني وإلى محاولة إبادته إبادة جماعية والتخلص من هذا العبء السكاني بالنسبة لإسرائيل. وبالتالي إسرائيل تمارس جريمة حرب حقيقية عبر التجويع، عبر منع دخول ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. القرار مجلس الأمن رغم يعني كثير من الانتقادات التي يمكن أن نوجهها لمواقف مجلس الأمن والتخاذل الدولي وعدم قيام الشرعية الدولية ممثلة في مجلس الأمن والأمم المتحدة بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، ولكن في تقديري أن هذا القرار أفضل من لا شيء، لأنه في النهاية الفيتو الأمريكي كان حاضرا، التدخلات الأمريكية لحماية إسرائيل هي دائمة وموجودة باستمرار، وبالتالي أن نصل إلى شيء أفضل من أن لا نصل إلى شيء أبدا. وبالتالي هذه مسألة مهمة للغاية، وأن يكون هناك توافقا دوليا على آلية أممية واضحة لإنفاذ المساعدات هذه مسألة مهمة للغاية، وتضع مسؤوليات على المؤسسات الدولية. نقطة ثانية ومهمة أيضا، الأردن لديها أيضا معابر مع الضفة الغربية يمكن أن تستخدم لإدخال مساعدات للضفة الغربية ومن ثم تصل إلى قطاع غزة. أيضا مصر قامت بواجبها الإنساني والسياسي والدبلوماسي والعروبي تجاه الشعب الفلسطيني، ولولا المواقف المصرية الصامدة والراسخة والقوية والضغوط المصرية التي مورست على مدى الأسابيع الماضية لم تكن شاحنات المساعدات لتدخل إلى قطاع غزة. وبالتالي أعتقد أنه المواقف المصرية والأردنية كانت مواقف مسؤولة، كانت مواقف إنسانية، ومواقف لديها ثوابت واضحة في المقام الأول، وأيضا هناك التزامات وأدوار متقدمة يمكن القيام بها في المرحلة المقبلة، ولكن أيضا مع مراعاة أن المجتمع الدولي عليه مسؤوليات يجب أن يقوم بها، وأعتقد أن مجلس الأمن أو قرار مجلس الأمن يشير بشكل واضح إلى هذه المسؤولية. متى يمكن أن نجد تأثير واضح لهذا القرار بشأن زيادة نفاذ المساعدات إلى داخل القطاع دكتور أسامة؟ يعني أعتقد أنه التعويل على المواقف الإسرائيلية هو يعني تعويل أو رهان فاشل دائما، لأنه إسرائيل لا تريد أن تدخل أي شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة. ولكن دعنا نشير إلى أن التجربة هي الفيصل، لأنه هذه الآلية الأممية سيتم تطبيقها اعتبارا من الشهر المقبل، وبالتالي أتصور أنه تطبيق الآلية على الأرض هي ما ستكشف العراقيل الإسرائيلية المستمرة. وبالتالي تصور أن التطبيق العملي للآلية الأممية التي جاء بها قرار مجلس الأمن هي التي ستبلور أو ستوضح بشكل جلي ما يمكن تحقيقه وما يمكن أن يتم إحرازه من تقدم في إدخال المساعدات. وإن كنت أعتقد أن إسرائيل ستتزرع بأي ذرائع، ستحاول اختلاق العراقيل، لأنه كما أشرت هي تحاول أن تستخدم سلاح التجويع كأداة لمعاقبة الشعب الفلسطيني ودفعه إلى النزوح خارج أراضيه. وبالتالي هي ستحاول أن تعرقل أي أداة أو أي وسيلة لإدخال المساعدات بشكل كافي وبشكل يحتاج هذا القطاع للبقاء أو ليبقى السكان على أرضهم صامدين في مواجهة احتلال غاشم، احتلال غير إنساني يمارس جرائم حرب على مدار الساعة تجاه هذا الشعب الأعزى. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه المعلومات وهذه المتابعة.